الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ونظيره التونسي رفيق عبد السلام اتفاقية للتعاون بين البلدين لعام 2012 تهدف إلى تقديم دعم تركي للنظام الجديد في تونس. مراسلنا مهران عيسى والتفاصيل من إسطنبول. في أول مهمة رسمية له في الخارج منذ توليه منصبه، قام وزير الخارجية التونسي الجديد رفيق عبد السلام بزيارة إلى تركيا للبحث مع القيادة التركية في سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلاده وتركيا التي لم يعتبرها الضيف التونسي بلدا أجنبيا بسبب الأواصر التاريخية العميقة التي تربط بلاده بأنقرة على حد وصفه. كما أثنى الوزير التونسي على مواقف تركيا من الثورة التونسية الأخيرة. أعتقد أن الأوضاع في تونس باتت أكثر استقرارا وأن المجال التجاري أصبح مستعدا للتعاون مع الراغبين في الاستثمار في تونس. تونس الآن حريصة على تطوير سبل التعاون وتعزيز العلاقات مع تركيا، وتونس الآن مستعدة لاستقبال المستثمرين الأتراك وغيرهم. برنامج الوزير كان حافلا في أنقرة، حيث بدأه يوم أمس بلقاء مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأطلع عبد السلام أردوغان على آخر مستجدات الشأن التونسي على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، ليلتقي اليوم رئيس الجمهورية التركية عبدالله جول الذي عبر عن دعم بلاده لتونس حكومة وشعبا. زيارة وزير الخارجية التونسي إلى تركيا هي باكورة أعماله، وهذا له دلالات كثيرة. الأولى مكانة تركيا في المنطقة على الصعيد السياسي، كذلك فإن المحادثات ركزت على التعاون التجاري، وهذا يعني أن تونس ترغب في دعم اقتصادها. لقاءات الوزير عبد السلام كان من أبرزها لقاءه الثنائي مع نظيره أحمد داود أوغلو، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة بين تونس وأنقرة، ليخرج الوزيران بعد الاجتماع متفقين على حزمة أفكار دبلوماسية واقتصادية جديدة ينوي البلدان تنفيذها خلال عام 2012 في أول اتفاق تعقده تونس مع تركيا بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي. زيارة وزير الخارجية التونسي الجديد إلى أنقرة تعكس مدى رغبة الطرفين التركي والتونسي في رفع مستوى التعاون بين البلدين، وخصوصا بعد الثورة التونسية التي غيرت معالم الخريطة السياسية للمنطقة. مهران عيسى، روسيا اليوم، إسطنبول.